السلام عليكم. في أول عمل مشترك منذ الأزمة، وضعت الرياض والدوحة خلافاتهما جانباً وأجريتا مباحثات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة الإرهاب، كما صرح مسؤول أمريكي كبير لوكالة بلومبرغ. تمت هذه المباحثات بالاشتراك مع دول الخليج الأخرى الأعضاء في مكتبة مراقبة الأصول الأجنبية لمكافحة الإرهاب، وكانت هذه الدول قد أصدرت بياناً بوضع 11 شخصية يمنية ومنظمتين يمنيتين ضمن قائمة تمويل الإرهاب في اليمن. تصدر هذه القائمة القيادي في مقاومة تعز عادل عبد فارع المعروف بأبي العباس، والقيادي في حزب الرشاد عبد الوهاب الحميقاني، بالإضافة إلى 9 أسماء قال التقرير الأمريكي إنها لشخصيات قيادية في تنظيمي الدولة والقاعدة، والتي يقول مراقبون إنهم يقعون ضمن النطاق الجغرافي لسيطرة التحالف العربي جنوب البلاد. في بلد يعيش حربا شاملة بين انقلاب وشرعية منذ 3 سنوات، تتصدر قوائم الإرهاب وتجميد الأصول والمنع من السفر أهم أولويات الإقليم والولايات المتحدة، فيما تغيب عن أولويات واشنطن والرياض وبقية هذه الدول أهمية تنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الحرب. الحرب التي عادة ما تكون مناخا جيدا لتفريق الإرهابيين وتوظيفهم ضمن أجندات سياسية من قبل لاعبين كبار. إذن هل هناك خلل في أولويات المجتمع الإقليمي والدولي تجاه الأزمة في اليمن؟ أليست الإمارات والسعودية هما صاحبتا النفوذ العسكري الأول والأخير في المناطق الجنوبية التي يتواجد فيها هؤلاء الإرهابيون؟ ما هو التطور الجديد الذي حول أبا العباس من الحليف الأول للإمارات في تعز إلى المتصدر في قائمة الإرهاب لديها؟ وأخيرا، ما هي معايير قوائم الإرهاب؟ أم أن لكل دولة حرية إصدار قوائم بحسب أجندتها السياسية؟ مشاهدينا الكرام، كل هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة في حلقتنا لهذا المساء مع ضيفي هنا في الاستوديو الباحث السياسي نبيل البكيري، وسينضم معه آخر عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ومشاهدينا الكرام. أهلا بك أستاذ نبيل. قبل أن نناقش هذه الحلقة دعنا نذهب سوية لمشاهدة هذا التقرير. قوائم جديدة شملت أسماء يمنية في قائمة الإرهاب، والجهة التي أعلنت عن هذه القائمة هي وزارة الخزانة الأمريكية، وشملت أسماء عديدة من مناطق متفرقة في اليمن. من بين الأسماء عادل عبده المكنى بأبي العباس، والذي يتزعم كتائب تحمل اسمه وتتمركز في الجبهة الشرقية لتعز. أبو العباس الذي يبدو من خلال خطاباته وبعض المقاطع الصوتية المسجلة يحمل نزعة سلفية جهادية وليس له نشاط علني مسلح، سوى انخراطه في المقاومة المسلحة لميليشيا الانقلاب وانخراطه بشكل رسمي ضمن قوات اللواء 35 مدرع أحد ألوية الجيش الوطني في محور تعز. بحسب بيان الخزانة الأمريكية، فإن سلطنة عمان ودولة الكويت هما أيضا من الدول التي فرضت عقوبات على الأفراد والكيانات باعتبارها أعضاء بما يعرف بمركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي لا يظهر أن له نشاطا إعلاميا ولا موقعا إلكترونيا ولا حسابا رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي. المركز الذي يبدو أنه مستقل ولا علاقة له بمركز اعتدال، المركز الذي افتتحه العاهل السعودي والرئيسان الأمريكي والمصري في مايو الماضي في الرياض، وهو كما قيل عنه مركز عالمي لمكافحة التطرف، لم يظهر للرأي العام قبل هذه المرحلة. بحسب متابعين، فإن التوثيق المعلوماتي في المؤسسات الرسمية والبحثية الأمريكية فيه دقة استقصائية، ومسألة التوظيف السياسي للإرهاب أمر وارد، كما أن توقيت إطلاق التهم يخدم أجندة سياسية بعينها. اليمن من أكثر البلدان معاناة من الإرهاب، ومن أكثر البلدان معاناة بسبب السياسات الخاطئة في محاربته وغياب المعركة الحقيقية في مكافحته، والتي ستكون نزيهة وشفافة لو شملت الفاشية والأنظمة القمعية والانقلابية باعتبارها جذر الإرهاب. أسماء جديدة تم إعلانها في القوائم، بالإضافة إلى أسماء سابقة تم إدراجها، البعض منها على علاقة بالشرعية ودول التحالف العربي. ليبقى السؤال الأهم، كيف سيتم التعامل مع هذه الأسماء وفق المعطيات الجديدة، خصوصا على صعيد المواجهات المسلحة الدائرة على الأرض؟ إذن أستاذ نبيل، لو بدأنا معك بتعليقك حول الأسماء الجديدة التي تم إصدارها في القائمة، قائمة المتهمين بالتمويل الإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والدول الشريكة معها.
أولا لا شك أنه هذه الأسماء أو هذه القوائم هي ليست جديدة، هي قوائم تم إضافة بعض الأسماء الجديدة إليها، هي قوائم سابقة. لكن الإشكالية أيضا أنه الذهاب إلى نتائج دون العودة إلى الأسباب والجذور فيما يتعلق بالإرهاب، هي هذه الكارثة الكبيرة التي نحن دائما منشدون إليها ومنساقون مع هذه الضجيج الإعلامي حول ما يتعلق بالإرهاب، ونبتعد أيضا بابتعادهم أيضا عن العودة إلى الأسباب الحقيقية. أنا باعتقادي مسألة الإرهاب دائما أكررها وأقولها أنها تحولت من أسباب أمنية حقيقية إلى أسباب سياسية بحتة، وأصبحت ورقة الإرهاب ورقة للتوظيف السياسي لأطراف تحقق أجندات معينة، توصل رسائل معينة من خلال هذه التوصيفات التي تورد في هذه القائمة. وهذا أيضا في نفس الوقت لا ينفي وجود أيضا بعض الأطراف هي متورطة فعلا فيما يتعلق بانتماءاتها للقاعدة أو لأي من هذه التنظيمات الإرهابية. لكن في الأساس أنا باعتقادي مثل هذا التوقيت ومثل هذه القوائم أيضا تخلط كثير من الأوراق، أو بمعنى آخر أنه نتيجة أيضا أنها أتت نتيجة لفرز لأزمة خليجية حادة وصلت إلى مرحلة كسر العظم بين الإخوة الخليجيين واليمن، واليمنيون هم من يدفعوا ضريبة هذه الأزمة من خلال هذه القوائم التي يتم تصنيف اليمنيين، الذين يعني بالمنطقة الطبيعي أنهم شعب فقير لا يمتلك الموارد ولا يمتلك القدرات أتمنى. التي ممكن أن تتحول إلى مصدر لدعم الإرهاب. هذا ما يضعنا أمام تساؤلات حقيقية تلقى على التحالف العربي، حينما ندرك أيضا أن من هذه الأسماء التي وردت في قوائم الإرهاب هي أسماء لديها علاقات ولديها تمويل مع بعض أطراف التحالف العربي، وتشتغل في إطار أجندات التحالف العربي وخارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية التي المدعومة والمعترف بها دوليا وهي حكومة شرعية. طيب لو استثنينا يعني مثلا الحميقاني أستاذ نبيل، وهو الذي يعني ربما الشخصية الوحيدة التي منخرطة في السياسة وتتبع الشرعية ولديها حزب سياسي، بقية الشخصيات يعني أنت قلت أننا يعني فعلا أن هناك بعض الشخصيات متورطة بشكل أو بآخر بالأعمال الإرهابية، يعني كيف يمكن الاستنكار بوجود مثل هذه الأسماء وهي ربما يعني قد تكون متورطة فعليا؟ أنا باعتقادي فيما يتعلق بإضافة الدكتور عبد الوهاب الحميقاني لهذه القائمة، والدكتور عبد الوهاب أيضا أمين عام لحزب سياسي معترف به، عمل في إطار الدستور والقانون اليمني وفي إطار قانون الأحزاب اليمنية، وهو شخصية أتى من الحقل الديني والأكاديمي أكثر منه أتى من أي حقل آخر. لكن في حقيقة الأمر أيضا أنه إن كان هناك من لوم أو إن كان من هناك من عتب، فهو العتب على الحكومة الشرعية والعتب على التحالف العربي. والدكتور عبد الوهاب أيضا معروف ويقيم في المملكة العربية السعودية طوال هذه الفترة، ولم يمارس أي عمل عسكري على الإطلاق، هو رجل سياسة ومنخرط في أجهزة الدولة ولجن الدولة الرسمية من خلال طوال هذا العامين الماضيين. وبالتالي من الحكومة الشرعية هي التي يجب أن أو يفترض أن تقدم يعني إيضاحات حقيقية حول مثل هذا الاستهداف الذي يدفع به من شخصيات سياسية ويتم وصمها بالإرهاب فيما هي أيضا تشتغل في إطار العمل السياسي. الجانب الآخر فيما يتعلق بالشخصيات التي تورطت أو التي لديها شبهة في تورط في تهمة الإرهاب، أنا باعتقادي أيضا أنه مثل هذه الشخصيات أيضا هناك قانون يجب أن يفعل، قانون المحاسبة وقانون مكافحة الإرهاب. هذه القوانين هي التي يجب أن تقارب مسألة الإرهاب ولا تتحول مسألة الإرهاب إلى فزاعة وتتحول إلى شماعة لتصفية خصوم، وخاصة أننا نعيش ظرف استثنائي. هذا الظرف الاستثنائي هناك من يستفيد من هذه التوصيفات الإرهابية، وخاصة إذا ما انزلق الوضع إلى مرحلة ما يسمى بمكافحة الإرهاب عسكريا. أنا باعتقادي أنه يجب أن تبقى مسألة مكافحة الإرهاب هي مسألة رسمية قانونية تدار من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل أيضا القنوات الرسمية للتحالف العربي، ولا تتحول إلى شماعة لاستخدام السلاح واستخدام ما يسمى بالقصف الطائرات، لأنها في هذه المرحلة الانزلاق هذه المرحلة سيؤدي إلى تعقيد الأزمة أكثر مما كانت. وهي أيضا كما أقول وأقولها دائما أنه مسألة الإرهاب في الحالة اليمنية هي مسألة سياسية صميمية. الأساس الحقيقي في الإرهاب هو انهيار مؤسسات الدولة. حينما انهارت مؤسسة الدولة وجدت هذه الكيانات، وجدت هذه الشخصيات، وجد الفراغ الأمني والسياسي، وربما سيتوسع إن ظلت الدولة نعم بهذا الشكل. هذا الفراغ الأمني والسياسي هو الذي أوجد مثل هذه النتوءات، ووجد أيضا بيئة فارغة للاشتغال ولتجميع عناصر
لديها أجندات، قد تكون هذه الأجندات ليست بالضرورة أجندات إرهابية، قد تكون أجندات سياسية، أجندات مخابراتية، وبالتالي نحن ندخل أو ندفع في المشهد اليمني إلى مزيد من التأزيم ومزيد من التعقيد. فضلا عن ذلك أيضا، وهذا الذي يجب أن يصل إلى الأخوة في الخليج العربي، أنه هذه المسألة ظاهرة الإرهاب هي بالأخير ظاهرة ليست أصيلة في المجتمع اليمني. المجتمع اليمني يدفع ضريبة وجوده في هذه الجغرافية، ويدفع ضريبة يعني غياب التنمية، انهيار الدولة، انهيار مؤسسات الدولة. وأيضا وهذا جانب آخر وخطير أيضا، أنه مسألة التمويل للإرهاب هو قطعا ليس مسألة يمنية. اليمن تتضرر من تمويل الإرهاب، وتمويل الإرهاب معروف أنه من المجتمعات لديها الوفرة المالية، وهي المجتمعات الخليجية التي يجب أن تساءل أولا وأخيرا، وخاصة حينما تتضح بهذا الشكل، حينما يعني حلفاء للتحالف العربي أو البعض أطراف التحالف العربي يتلقون دعما عسكريا وماليا، وفي الأخير يتم إدراكهم في إطار قوائم مكافحة الإرهاب. نعم. طيب أستاذ نبيل، يعني هل يعني هناك أيضا قصر من الحكومة الشرعية، خاصة فيما يتعلق بترك بعض العناصر مسلحة دون أن تنضوي تحت يعني الجيش الوطني؟ يعني لما لا يكون الجيش الوطني هو الحامل الحقيقي لأمن المناطق المحررة؟ هذا سؤال جوهري وسؤال مركزي في هذه المرحلة، وقلنا وكررنا على امتداد السنتين الماضيتين أنه أي عمل مسلح أو أي عمل أو أي تشكيلات خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية هي بالأخير لن تصب في صالح استعادة الشرعية ولا في صالح الأمن والاستقرار، ليس فقط في اليمن وإنما في المنطقة كلها. الاشتغال على تكوين جماعات مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة لا ليس لها قانون يحكمها، وليس لها نظام داخلي، وليس لها يعني نظام مالي واضح وشفاف حول صرفياتها ومصادر هذا الصرف وأين تذهب هذه الأموال، كل هذا يضع علامة استفهام كبيرة أمام التوجهات التي رأيناها وشاهدناها طوال العامين الماضيين من قبل أطراف في التحالف العربي في تشكيل مثل هذه التشكيلات. مثلا على سبيل المثال، حينما نأتي مثلا الحديث عن أبو العباس، أبو العباس شخصية مقاومة كانت في تعز، وتم من خلال الشرعية لملمت هذه الكتائب في إطار ما يسمى بالجيش الوطني، وتم دمج جماعة أبو العباس في إطار اللي هو 35. ولكنها ظلت كتائب لكنهم أبو العباس منفصلة، لكنهم لأنه هناك أطراف في التحالف العربي تريد أن تبقي هذه الجماعات خارج إطار مؤسسة الدولة، وتم دعمها خارج مؤسسة الدولة وإطار الجيش الوطني، رأينا أنه يعني يتم توظيف هذه الجماعات في إطار من يريد اختراقها وتوضيحها في إطار مسار تهمة الإرهاب. وهو كما رأينا مثلا في شخصيات تنتمي كانت في إطار ما يسمى بالأمن القومي السابق، وتعمل في إطار أو لها علاقات بجماعة الحوثي وجماعة علي عبد الله صالح، كحارث العزي وكعادل العزي الذين يشتغلون في إطار كتائب أبو العباس، وهم شخصيات معروفة أنهم بعلاقتهم السابقة الأمنية مع نظام علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي. وبالتالي أيضا يعني هذا الاشتغال الذي يتم هو في إطار من سهل هذا الاشتغال هو التحالف العربي. التحالف العربي الذي ترك مؤسسات الدولة الرسمية ولم يسعى لتشكيل لإعادة لملمة صفوف هذه المؤسسات ورفضها بالدعم اللازم، وترك الأمور على ما هي، مما أوجد فراغا أمنيا أشتغلت من خلاله أو تم توظيف جماعات أو أفراد إرهابيين أو لهم علاقة أو لهم شبهة بتهمة الإرهاب في إطار توظيف هذه الظاهرة وتحويلها إلى لعبة سياسية يتم من خلالها استهداف أو ضرب في الأساس ضرب فكرة المقاومة وضرب فكرة أي مشروع يقف أمام فكرة الانقلاب اليوم في اليمن. نعم. إذن اسمح لنا أن ينضم أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذ عدنان هاشم من صنعاء، وهو الباحث في شؤون الإرهاب. مساء الخير أستاذ عدنان. فقدنا الاتصال. نعم، سنحاول التواصل بك مرة أخرى أستاذ عدنان. طيب عندنا هذه النقطة أستاذ نبيل، يعني الفكرة يعني الإضرار بالدولة بهذا الشكل من خلال فصائل لا تنتمي فعليا للجيش الوطني، يعني كان ألا يفترض، يعني نعلم أنها كما تفضلت بعض الشخصيات دعمت ومولت من قبل الإمارات، والآن يعني تحول الحليف إلى إحدى قوائم الإرهاب بشكل أو بآخر. هذه القائمة التي يعني هكذا يمني الجنسية يمني الجنسية، وأيضا لا تخلو جمعية وسوبر ماركت أيضا يعني بطريقة مضحكة من اليمن، ألا يشكل أن تتحول اليمن إلى بؤرة يعني خصبة للإرهاب فعلا، أن تكون يعني أفغانستان جديدة؟ كل من سعى إلى عرقلة السعادة الشرعية في اليمن
وكل من سعى إلى عدم عودة المؤسسات الرسمية، مؤسسات الجيش والمؤسسة الأمنية، وأعاق عودة رئيس الجمهورية وأعاق عودة الحكومة ممارستها العمل الطبيعي في إطار المناطق المحررة، هو يسعى إلى إيجاد فراغ يستطيع من خلال هذا الفراغ توظيف أوراق سياسية تحت مسميات داعش، تحت مسميات القاعدة. هذا ما نراه اليوم. يعني معظم الأفراد الذين يعني للأسف أنه القائمة ذكرت أنه معظم هؤلاء الأفراد يتواجدون في إطار مناطق شرعية. في إطار مناطق الشرعية التي تشرف عليها دول التحالف العربي. هنا السؤال مباشرة، يجب أن يذهب السؤال إلى التحالف العربي، إلى المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة. لماذا في إطار المناطق التي تسيطرون عليها توجد القاعدة وداعش؟ هذا السؤال المركزي والجوهري الذي يجب أن يلقى إلى هذه الأطراف. أيضا وهو الإشكالية الكبيرة أيضا، الحكومة الشرعية أيضا مساهمة بدرجة كبيرة في محالة الصمت. يعني الحكومة التي يفترض أن ترفع صوتها عاليا وتقول إنه الآن نحن لدينا مناطق محررة، يجب أن نعود لهذه المناطق المحررة، ولا يجب أن يظلوا مرهونين لقرار سياسي من خارج الإرادة اليمنية، أن يظلوا مرهونين لأبو ظبي أو للرياض. أنا باعتقادي أن الأزمة الحقيقية هي في غياب الدولة، في انهيار مؤسسات الدولة، في تقويض مؤسسات الشرعية التي تمتلك اليوم القدرة على العودة إلى الداخل وإدارة الملفات من الداخل. نعم، إذن عاد إلينا الاتصال بالأستاذ عدنان هاشم الباحث في شؤون الإرهاب. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور والعافية بك وبالمشاهدين الكرام وبضيفك بالاستديو. أهلا بك أستاذ عدنان، وأود أن يعني تحدثنا عن رأيك حول القائمة الجديدة التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية بالتوافق مع أو الشراكة مع دول الخليج. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأن هذه القائمة كانت واضحة منذ اليوم الأول، كان الجميع يتحدث عن وجود ميليشيات مسلحة تتبع تنظيم القاعدة، تتبع تنظيم الدولة الإسلامية. الكثير كان يتحدث بالمناسبة عن أبو العباس، كان أبو العباس بشكل واضح يتحدث بأنهم هم حماة العقيدة، كانت الأناشيد أو البنية الثقافية لتنظيم الدولة، كان أبو العباس هو من يؤججها في تعز. خلال الفترات اللاحقة كان الجميع يتحدث أيضا بأن أبو العباس يستعين بتنظيم القاعدة وأيضا تنظيم الدولة من أجل مواجهة حزب التجمع اليمني الإصلاح. الحكومة الشرعية يتم تجاوزها بشكل كبير وخاطئ، لم يتم بناء جيش وطني بشكل كبير، تم دمج أبو العباس والميليشيات الأخرى التي كانت حتى موجودة في عدن وهي تابعة لتنظيم القاعدة ضمن ما يسمى بالحزام الأمني، ضمن ما يسمى بالجيش الوطني أو نواة الجيش الوطني الجديد. كان هذا اختراق كبير لصفوف الدولة القادمة والدولة الوليدة التي نتوقعها في المستقبل. نعم، هل هدف هذه القوائم فعلا هو محاربة من يمولون الإرهاب، يعني خاصة في وضع البلد الذي تمر به حرب طاحنة، بلد يعيش أدنى مراحل خط الفقر، الفاعلين الأساسيين أيضا خارج هذه اللعبة تماما، يعني من يصدرون هذه القوائم هم من يمولون بعض الأسماء بشكل أو بآخر؟ أعتقد بأنه ربما قد يكون لهذه القائمة أيضا أسباب سياسية بإدراج بعض السياسيين أو من لا يحب تحبهم الإمارات ولا تحبهم المملكة العربية السعودية، لكن الدول الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية هي تخشى من ضياع مصالحها في اليمن، أيضا تخشى من ضياع مصالحها في شبه الجزيرة العربية بشكل كامل. هي تحاول أن تضيق بشكل أكبر حتى لو أدرجت بعض المواقف السياسية للدول الأخرى في ضمن القوائم، إلا أنها تخشى أيضا من عملية مواجهة تنظيم امتدادي لتنظيم الدولة أو لتنظيم جديد كليا عن تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك تشريع أو قانون أو قرار يخول لها أيضا محاربة تنظيم الدولة في اليمن. الكونغرس يوافق أيضا على مواجهة تنظيم الدولة حتى الآن في اليمن، ويبدو أن من الواضح أن هناك عملية توسيع للعملية العسكرية التي تمت في العراق وسوريا لتشمل أيضا اليمن، وهذه هي مرحلة خطيرة. أعتقد أنها ستستهدف الدولة اليمنية أكثر من استهدافها للدول شبه الجزيرة العربية أو لأشخاص بعينهم أو ميليشيات مسلحة تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لها ارتباط تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة. نعم، ما الذي ستنتجه أو ستؤثر عليه مثل هذه القوائم مستقبلا أستاذ عدنان؟ يعني أن نضع كل فترة قائمة جديدة مصدرها اليمن، أن هؤلاء هم من يمولوا الإرهاب في بلد يعد الأفقر عمليا، يعني من أين له هذا التمويل إن صح السؤال؟ ولكن يعني
كيف يمكن أن تؤثر سلبا؟ يعني هناك من يخشى أن تتحول اليمن إلى أفغانستان أخرى ويتم التحجج بحرب الدواعش والقاعدة بداخلها وتتحول إلى مستنقع كبير للحرب الدموية التي تجر بعضها. لاحظي بأن اليمن حتى الآن بدأت تتجه نحو الهويات الفرعية، وهذه الهويات الفرعية هي ما توزق الهوية الوطنية الجامعة. ضياع الدولة هو السبب الرئيس بأن هذه الدول أو لحظة امتهان اليمني داخليا وخارجيا هو بسبب عدم وجود دولة تدافع عن هؤلاء اليمنيين. لم يصدر أيضا تصريح من وزير الخارجية يعلق على هذه القائمة بالرغم حتى إما بالسلب أو بالإيجاب. لم تتحدث وزارة الداخلية، لم تتحدث الجيش الوطني الذي تم تعيين أبو العباس عقيد ضمن اللواء 35. كل هذه المؤسسة الدولة غائبة مغيبة، لا تتحدث عن هذه القوائم، لا تتحدث عن عملية امتهان يمني موجود في الخارج، لا تتحدث عن عملية امتهان صحفي يمنع من السلام جائزة لسفر الولايات المتحدة الأمريكية. هناك غياب الدولة، انهيار الدولة هو السبب الرئيسي في عملية امتهان يمني، وهناك أيضا قوائم أخرى ستضاف. وكل من لا تطيقهم أشخاص أو لا تطيقهم أنظمة سياسية خليجية أو عربية سيضافون إلى القائمة ويستهدف الجميع بشكل أو بآخر. نعم، إذن ما الذي تريده دول التحالف بالضبط من اليمن أستاذ عدنان؟ يعني لا هي التي تركت الشرعية ذهبت لتحكم في المناطق المحررة، ولا هي التي حزمت أمرها في هذه المناطق التي يشير التقرير إلى أن أغلب هذه الأسماء يوجدون في مناطق الشرعية المحررة، ولا هي التي يعني كفت عن إصدار مثل هذه القوائم في مناطق هي تشرف عليها وأيضا أسماء هي تمولها أيضا؟ يعني لا هي التي تركت البلد للشرعية لتقودها، ولا هي التي منعت هذا التمويل؟ ما الذي تريده؟ أعتقد التحالف بالثلاثة السعودية والإمارات العربية المتحدة، أعتقد بأن هناك توجه مختلف جدا ينتحي باتجاه أهداف التحالف التي قامت فيه ضمن عرصة العزم وإعادة الأمل. الإمارات العربية المتحدة تحالفت مع تنظيم الدولة وتنظيم داعش من أجل مواجهة حزب الإصلاح، تجمع المجلس الإصلاح في داعش. هذه هي كارثة حقيقية بأن تتحالف مع تنظيمات إرهابية دولة من أجل مواجهة حزب سياسي موجود داخل منطقة جغرافية معينة. الإمارات استعانت بالسلفيين المتطرفين في عدن وفي حضرموت وفي شبوة من أجل مواجهة أو منع وصول حزب الإصلاح. لا، هناك عملية مواجهة كبيرة تخوض دولة الإمارات العربية المتحدة ضد أي مشروع وطني داخل الداعش، كان حزب الإصلاح أو كان أي قوى سياسية أخرى. الإمارات تحاول أن توسع نفوذها، أن تسيطر على المراكز الاقتصادية الموجودة داخل الدولة، النفط، البترول، الغاز. هي تحاول أن توجد لها مكان استراتيجي كبير يسعى لنفوذ أكبر في أفريقيا، ولن تجد أفضل من اليمن من أجل ذلك. هي تحاول أن تسيطر على مضيق باب المندب من أجل أن تظهر نفسها كأنها قوة عسكرية كبيرة، تحاول أن تؤمن المحيطات وتأمن البحار، تبني قواعد عسكرية من أجل هذا الهدف، تحاول أن تؤثر في عملية الأمن والسلم الإقليميين. دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه الطريقة وبهذا العمل هي تهدد بشكل كبير السفن، لأن الدولة واحدة تتحكم بمضيق المندب وأيضا تتحكم بجزء كبير من مضيق هرمز. هي مشاريع خاصة تخص الدول وحدها، لا تخص أيضا الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية مغيبة، الحكومة الشرعية لا تستطيع أن تحدث عن قائمة يدان فيها يمنيين مهما كانت المعايير التي اختيروا من أجلها. الحكومة الشرعية لا تدافع عن يمني تم يتعرض للامتهان في دولة نعتبرها صديقة أو شقيقة. الدولة اليمنية مغيبة، وغياب وجود حل سياسي كامل وشامل من أجل استعارة هذه الدولة والدفاع عن اليمنيين وتمثيلهم هي النقطة الرئيسية التي تجعل دول التحالف أو السعودية من أجل توسيع نفوذها والحصول على أكبر مكاسب. نعم، إذن برأيك هل يوجد فعلا حجم كبير لتواجد فعلي للقاعدة وداعش في اليمن كما جاء في تقرير وزارة الخزانة، خاصة لو تتبعنا بعض الأسماء يعني أنها تشتغل بعضها من 2013 بعضها من 2017 وبعضها من 2015، يعني خاصة أننا نتحدث عن سنتين ونصف من سيطرة التحالف على الجنوب الذي يعد ربما كان مجالا حيويا للقاعدة؟ أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحاول فهم كيفية مواجهة تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة في اليمن
ليس بهذه القوة وليس بهذه الحجم. تنظيم الدولة الأهلية هو حاول أن يتجاوز الأخطار والأخطاء التي وقع فيها تنظيم القاعدة في العراق، تنظيم القاعدة في أفغانستان، تنظيم القاعدة قام تنظيم القاعدة في اليمن بالترويج لمشايخ قبليين كما كان حدث مع عائلة الذهب بالعمل داخل القبيلة، تغلقوا داخل القبيلة جزء من نسيج المجتمع تأثير الأخطاء الأمريكية. وهذا العمل الذي تقوم به دولة الإمارات هو يدفع بشكل كبير من أجل الضروع من تنظيم القاعدة من أجل الانتقام، أن تقوم بعملية اعتقال بشكل مباشر لأكثر من 2000 شخص وتضعهم في حالة تعذيب يرثى لها ليل نهار في داخل كنتيرات وسط حرارة الشمس في مطار الريان، ثم تقول بأنك تعمل عملية كحول قاعدة. هؤلاء الذين تقوم بسجنهم بدون أي داعي أو بدون أي اتهام، بدون الضروع في محاكمة وبدون أي مبرر بسبب أنك تختلف معه سياسيا أو تعتقد بأن له انتماء متطرف قد يؤثر على مشروعك في الجنوب، هذا هو يدفع أيضا باتجاه تنظيم القاعدة. الدراسات الأمريكية الخارجة عن القرار السياسي تقول بشكل واضح بأن الاعتقالات التي تم إقامة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن وفي العراق وفي الدول العربية الأخرى في المواقع السوداء للسياية هي السبب الكبير في توسيع عملية تنظيم القاعدة. لاحظي بأنه تنظيم القاعدة من عام 2002 حتى الآن كان في عام 2002 100 أو أقل، الآن تنظيم القاعدة يملك معسكر التدريب والسلاح موجود من دول التحالف. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عدنان هاشم الباحث في شؤون الإرهاب، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. اسمح لنا أستاذ نبيل أنت وسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لمتابعة النقاش. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، أهلا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. يعني ربما أعيد لك أحد الأسئلة بصيغة أخرى أستاذ نبيل، يعني هذه القائمة التي تضمنت 9 أشخاص ينتمون للجنوب، هذا الجنوب أيضا الذي يعد بيد الإمارات والسعودية الإمارات بشكل مباشر، الشهرية خارج السيطرة الفعلية عن لهذا الجنوب، نريد أن نفهم هل التحالف يتغاضى عن الإرهاب أم يموله أم يفرخه في الجنوب أم يحاربه؟ ما الذي يصنعه التحالف بالضبط؟ والله من خلال قراءة السياق أو مشاهدة السياق الموجود في الحالة الجنوبية منذ استعادة المناطق الجنوبية من تحت سيطرة الانقلابيين، أنا باعتقادي أنه كان السيناريو واضح تماما. نحن شاهدنا خلال 2014-2015 حينما تم الذهاب إلى حضرموت وطرد ميليشيات القاعدة. ميليشيات القاعدة كانت في تلك المرحلة أو ما سمي بأنصار الشريعة كانوا يسيطرون على مدينة المكلا وظلوا يحكموا المدينة أكثر من عام. فجأة ذهبت قوات إماراتية وما يسمى وميليشيات تابعة لها تحت مسمى العصبة الحضرمية وما شابه، وبالتالي دخلت هذه المدينة دون قتال وتم تسليم المحافظة ببساطة دون أي قتال. السؤال هناك الذي كان يدور، يعني كيف تم انسحاب تلك المجامع التي استولت على سلاح أكثر 2 أو 3 ألوية من الألوية الموجودة في محافظة في الساحل حضرموت؟ هذه الأسلحة وين ذهبت؟ لماذا لم تقاتل هذه الميليشيات؟ يعني هذا السؤال يلقي بظلاله على الأحداث اليوم. يعني أيضا فيما يتعلق أيضا بتشكيل كتائب خارج إطار مؤسسات دولة كالحزام الأمني، أيضا مسألة المعتقلات الموجودة في الجنوب، مسألة الاعتقالات أو الاغتيالات اللي موجودة في الجنوب، عدم السماح بعودة الشرعية إلى المناطق المحررة في الجنوب وعدن تحديدا. أنا باعتقادي أنه هذا السياق كله يرسم لنا مشهد بوضوح أن هناك أطراف تتحالف مع الإرهاب وتوظف الإرهاب حسب ما تريد وفي الوقت وفي الزمان والمكان الذي تريد. هذا ما نراه اليوم مثلا في قضية الإمارات وبعض المحسوبين عليها في مقاومة تعز. أنا باعتقادي أنه يعني مسألة الإرهاب دائما حينما نتحدث عن الإرهاب ليس فقط ظاهرة يعني عنفية مجردة عن سياقها الأمني والمخابراتي والسياسي، أنا باعتقادي هناك سياقات أخرى، هناك عوامل أخرى يتم الاشتغال عليها، وبالتالي تضخيم فزاعة الإرهاب والقاعدة وتحويلها إلى فزاعة حقيقية أنا باعتقادي أنها تخدم أجندات وأهداف سياسية ومخابراتية لأطراف ما أكثر منها حقائق موجودة على الأرض، والدليل على ذلك معركة المكلا التي في ليلة ما انسحبت هذه المجاميع وتركت سلاحها وسمحت لهذه القوات المدعومة إماراتيا بالدخول والسيطرة على المحافظة. أنا باعتقادي هذا السؤال، يعني هذه المسرحيات التي تتم هي نفس المسرحيات التي تتم في كثير من المناطق اليوم كما هو الحال في عدن مثلا.
يعني مسألة الاغتيالات التي تطال الفريق الذي يعارض وجود النفوذ الإماراتي في الجنوب، ضرب المشايخ السلفيين والإصلاحيين الذين يحملون خطابا وسطيا وضد فكرة التكفير وفكرة الإرهاب في الجنوب، يعني كل هذا التوظيف في هذا السياق، أيضا سيطرة على القوامع والمعسكرات، سيطرة أيضا على أو بناء معتقلات جديدة وزق كل من شارك في المقاومة في هذه المعتقلات كما هو في معتقل بير أحمد. يعني نحن أمام سياق تخليق ظاهرة الإرهاب وتحويلها إلى سياق حقيقي موجود ومصدق إعلاميا ومروج إعلاميا بشكل يخفي الحقيقة الكبيرة وراء كل هذا. الأسباب الحقيقية لوجود الإرهاب والتي نقولها دائما هي انهيار الدولة. حينما تنهار الدولة تتواجد القاعدة وتتواجد غيرها من الأفكار المتطرفة التي يتم بعد ذلك ترويجها وتوظيفها سياسيا. أنا باعتقادي مسألة الإرهاب في اليمن اليوم ارتبطت بشكل كبير ومباشر بتوظيف واضح لها من قبل بعض الأطراف وخاصة الإمارات العربية المتحدة، التي يجب أن تسأل عن موقفها من هذه الشخصيات التي تم دمجها في إطار قوائم الإرهاب، لأنها هي بالأخير تتلقى الدعم المالي والعسكري من جماعات من الإمارات وتحظى بدعم وتأييد إماراتي. أيضا في نفس السياق أيضا هو ما يجري في محافظة عدن من اغتيالات مثلا للشباب كاغتيال الشاب أمجد وبعده عمر عبد الرحمن، أو يعني هذه الاغتيالات اللي تتم للشباب في إطار تصفية حسابات أيضا وتوظيف فزعة أو إشكالية الإرهاب وتوظيفها في هذا السياق، كل هذا يضعنا أمام سياق واضح أنه هناك توظيف سياسي لمكافحة الإرهاب أو لظاهرة الإرهاب لضرب الخصوم وإيجاد متسع للفوضى في اليمن. نعم، لكن هذه الفوضى أستاذ نبيل، يعني من المستفيد من صناعتها، صناعة الإرهاب؟ يعني لن يعود بالضرر على بلد، نتحدث يعني عن بلد هو بوابة الجزيرة العربية، هو مشرف على أهم يعني الممرات البحرية، إذا فعلا يعني تفجرت عناصر الإرهاب فيه بهذا الشكل سيتحول، يعني لن تتضرر فقط اليمن لوحدها. أنا اليوم أعتقد أن الصورة أكثر وضوحا فيما يتعلق بظاهرة الإرهاب وفيما يتعلق بالمشهد اليمني عموما. الإمارات تستثمر اليوم في هذا الفراغ وفي هذه الفوضى من خلال سيطرة على الموانئ اليمنية، من خلال سيطرة على باب المندب، من خلال بناء قواعد عسكرية في عدد من المناطق اليمنية ابتداء من حضرموت وانتهاء بميدي والمخا. يعني نحن أمام سياق واضح، الإمارات تريد أن تنقل للعالم وصور للعالم أن اليمن بلد موبوء بالإرهاب، ويجب أن تكون هناك قوة ضابطة لهذا الإرهاب، وهي القوة الوحيدة القادرة على البقاء في اليمن والسيطرة على هذه الموانئ وحماية خطوط النقل والطاقة والتجارة الدولية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. أنا باعتقادي مثل هذه المسرحية أصبحت اليوم أكثر وضوحاً وانكشافاً، لا يمكن أن تمر على الناس أو أن تنطلي على الكثير من المراقبين مشاهدي المشهد في اليمن. الإمارات تقدم نفسها على أنها مكافحة للإرهاب ومحاربة للإرهاب فيما هي التي تخلق الإرهاب وتتحالف مع جماعات مشتبه بتورطها في الإرهاب في اليمن ابتداء في الجنوب أو في الشمال. يعني السياق واضح والمشهد أكثر اكتمالاً اليوم، وهي اليوم الذي يجب أن تسأل هي الإمارات العربية المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بهذه القائمة الأخيرة وما يتعلق بدمج بعض الأسماء المحسوبة على الإمارات في هذه القائمة. نعم أستاذ نبيل، هل قضية الإرهاب الآن هي القضية الأهم في الملف اليمني؟ هل هي الأولوية الأهم الآن؟ هي ليست الأولوية وليست هي الأهم في هذه المرحلة. أنا باعتقادي لماذا تتصدر كل هذا الاهتمام؟ الدفع بظاهرة الإرهاب أو بشماعة الإرهاب إلى الواجهة السياسية والإعلامية في هذه المرحلة هو الهروب والقفز فوق الأسباب الحقيقية التي جاء من أجلها التحالف العربي. نحن في اليمن لدينا معادلة واضحة، شرعية وانقلاب. الشرعية يتم اليوم تقويضها من قبل قوة التحالف العربي والإمارات تحديدا. الانقلاب لا زال يتمتع بكامل قوته وأنفاسه في المناطق التي سيطر عليها ويمتلك علاقات وخطوط التواصل مع الإمارات ومع غيرها. وبالتالي اللي حاصل اليوم أنه يعني ربما يكون هناك يدور من خلال هذه القنوات التواصل التي تدور بين الأطراف التحالف والانقلابيين أنه يتم توظيف سياق ظاهرة الإرهاب في إطار يعني إعادة رسم الخارطة السياسية لليمن شمالا وجنوبا، أو إعادة رسم أيضا يعني خرائط النفوذ والتواجد لما يسمى بالقوات الإماراتية اللي اليوم تسيطر على ميناء يعني أكثر من 5 أو 6 موانئ يمنية ابتداء من المهرة وانتهاء بالمخا. يعني كل هذه اللعبة اليوم أصبحت مكشوفة
لا يمكن اليوم الحديث عن الإرهاب وتحويل فزاعة الإرهاب إلى فزاعة تسيطر على المشهد السياسي. نحن معانا معادلة واضحة وخريطة واضحة هي شرعية وانقلاب. الشرعية اليوم يجب أن تخرج للواجهة وتقول ما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم تمكينها من إعادة مؤسسة الدولة ومن عدم عودتها إلى أرض يعني نحن ربما كذا استغربنا بداية صمت الشرعية على الكثير من الأمور، وضعها الحالي الآن، عدم حديثها عن أي أمور تحدث في مناطق هي تعد محررة وتعد هي المشرف الأول عليها كما يفترض. نستغرب أيضا الآن نزول قوائم تتهم شخصيات، يعني مثلا الحميقاني نعرف أنه ضمن لجنة رئاسية ضمن لجنة المستشارين، وفد مرتين إلى الكويت وإلى جنيف في المحادثات التي كانت تدار، يعد أيضا عادل فارع المكنبي أبي العباس عقيد في اللواء 35، يعني هذا أنت تتحدث عن عقيد في جيشك الوطني ومع ذلك لا تعليق. أنا باعتقادي وصلت الشرعية والتحالف إلى أشبه بما المثل الشعبي اللي يقول أطرش في الزفة. الحكومة الشرعية وصلت إلى هذه المرحلة لأنها صمتت كثيرا، وأنا باعتقادي أنه مزيد من الصمت يضع الحكومة الشرعية أمام يعني حقيقة مرة، وهي أنها تفرط بالسيادة الوطنية وأنها أسهمت بوصول اليمن إلى هذا المنحنى الخطير. أنا باعتقادي أنه أمام الشرعية يعني بدأ الانقلاب بقيادة الدفة و نعم هذا الذي حصل اليوم. الشرعية مطالبة اليوم بأن تفسر لنا هذا الذي يجري. أنا باعتقادي أنه صمت الحكومة الشرعية يقعها أو يضعها في موقع المسؤولية ويحملها أنها يعني تساهم ما بطريقة أو ما بخيانة وطنية كبيرة. أنا باعتقادي الذي يتم ليس سهلا وليس بسيطا ولا يمكن أن يمر بهذه السهولة. ما يتم هو تجريف للسيادة الوطنية، ما يتم هو تفكيك لآخر مسارات الدولة في اليمن ولآخر أمل باستعادة الدولة والشرعية في اليمن. صمت الحكومة الشرعية هو جزء من هذه الخيانة التي تتم. صمت الحكومة الشرعية عن ما يتم من تجريف للحياة السياسية وتجريف أيضا لمؤسساتها وتجريف أيضا لحقها في أن تعبر عن نفسها، هذا في اعتقادي أنه في نوع من التواطؤ الذي يصل لمرحلة الخيانة، ولا نريد أن نصل وكنا لا نتمنى أن نصل وأن نخاطب الحكومة الشرعية بهذه اللغة، لكن هذه الحقيقة التي يجب أن تصل لهذه الحكومة. إن لم تبادر الآن وفي هذه المرحلة وتضع النقاط على الحروف وتستعيد تواجدها وتستعيد لملمة أشلائها وتستعيد مؤسساتها وتعود إلى الداخل وتدير المشهد السياسي في اليمن تحت قاعدة الشراكة مع التحالف العربي وليست التبعية، أكبر خطأ استراتيجي. هل ستستطيع نعم تستطيع هذه الحكومة الشرعية معترف بها دوليا. أنا باعتقادي تصريح واحد من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء هل سيسمح لها بالتصريح وهو في الرياض؟ هذا سؤال يجب أن يوجه لهم. بالأخير أنا حكومة شرعية يستطيع أن يقول هذا الكلام من أي مكان، لأنه هو الرئيس الشرعي المعترف به دوليا وإقليميا ووفق كل الأعراف والدساتير، وبالتالي من حقه أن يقول هذا صواب وهذا خطأ وأنه يتعرض لموقف ما أو شيئا ما. لكن هذا الصمت أنا باعتقادي هذا الصمت هي جريمة في حق هذه الحكومة الشرعية وهي تصل للمرحلة الخيانة الوطنية. الحديث الوحيد الذي تتحدث به الحكومة ربما أنها أعلنت أكثر من مرة أو صرحت أنها مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة لا تعير هذه التصريحات أي اهتمام ولا تتعاون مع الحكومة أدنى تعاون. ما الذي تريده برأيك الولايات المتحدة في اليمن؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي من ضمن الدول التي توظف فكرة الإرهاب وتشتغل عليها. فكرة الإرهاب بالنسبة في الاستراتيجية الأمريكية هي فكرة أثيرية، فكرة بزنسية. ما هي بالضبط؟ يعني أنا أستغرب، يعني من يفجر البيوت، من يقصف الأطفال، من انقلب على الدولة، من صنع كل تلك الكوارث، من يزرع الألغام، يعني ليس إرهابيا في نظرهم. ما هو الإرهاب إذن؟ الإرهاب هو كل ما لا معارض سياسة، كل ما لا يتوافق مع المصالح الغير مشروع الولايات المتحدة الأمريكية في أي مكان من العالم وخاصة في العالم العربي. أنت لا تتوافق مع مصالح غير مشروعة، أنا لا أتحدث عن مصالح مشروعة. المصالح المشروعة هي قاعدة دولية محترمة يتم العمل بين كل الأمم والشعوب، إنه هناك قواعد للتعامل وفق مبدأ التكافؤ وتبادل المصالح. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مصالح غير مشروعة، بمعنى أنه مصلحتك أنت ليس لك مصلحة ولكن يجب أن تحترم المصلحة الأمريكية دون أي مقابل، وهذه الإشكالية التي اليوم تتكئ عليها فكرة الإرهاب. كل من يعارض هذه المصالح الغير مشروعة غير مرضي عنه أمريكيا. فضلا عن ذلك هو يتم اليوم
يعني في إطار الأزمة الخليجية يتم توظيف فزاعة الإرهاب يعني الاستثمار هذه الأزمة الخليجية والابتزاز الخليجيين. مليارات الخليج اليوم التي تضخ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، جزء منها تحت الخوف من فزاعة الإرهاب التي ترفعها الولايات المتحدة الأمريكية وقانون جستا في انتظار الجميع. وهذه الأزمة التي يتم اليوم يعني توظيفها في سياق الصراع المضاد بين الإخوة الخليجيين الذين كل طرف يقدم دليل على إرهابية الطرف الآخر، هذه كلها القوائم وكل هذه الأدلة التي يتم تجميعها وقانون جستا بانتظار الجميع، وسيدفعون ثمنا غاليا، وستكون الضحية هي الشعوب وهي هذه الجغرافية التي يراد تدميرها وتحطيمها وتفكيكها وتحويلها إلى مرتعة للطائفيات والدولة الوطنية. إذن هل تعتقد أن صفقات ترامب على الخليجيين ستؤثر أو أثرت على مجريات الحرب في اليمن اليوم، وإلى أين سيتجه المستقبل القريب برأيك؟ نحن ندفع ضريبة قاسية ونحن الخاسرون الوحيد من الأزمة الخليجية. اليمن هي من يدفع ضريبة الشقاق والخلاف الخليجي. نحن في الأخير ندفع ضريبة وجودنا جغرافيا في هذه المنطقة، وندفع ضريبة وجودنا أمام يعني بجوار نادي النفط الخليجي. يعني نحن ندفع الضريبة الأغلى والتي لا يستثمرها ولا يستفيد منها سوى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما حصل لنا باعتقادي أنه انعكس بصورة سيئة على الوضع في اليمن، على الحرب في اليمن، الحرب التي روحت مكانها دون تحقيق أي مكاسب، بل انعكست أيضا في تحويل الشرعية إلى عدو لبعض أطراف التحالف العربي. هناك من يعمل اليوم في الجنوب على تقويض الشرعية ويدعم مجلس انفصالي وملغوم في الجنوب أم من ملغوم في الجنوب بكل أنواع الإشكاليات الأمنية والقروية، ويدعم هذا المجلس نكاية بالشرعية ويعمل على تقويض الشرعية التي دخل تحت سمعها وبصرها وبموافقة منها. يعني نحن أمام إشكالية خطيرة ندفعها ضريبة لهذا الخلاف والشقاق الخليجي. إذن رؤيتك للمستقبل القريب في ظل كل ما يحدث؟ المستقبل ملغوم بكثير من الإشكاليات التي تعتري المنطقة، لكن بالأخير حتى لا نقع في صفوف المنجمين، أنا باعتقادي أنه مهما كانت هناك من إشكاليات ومهما كانت هناك من عوائق، بالأخير مسار التاريخ يمضي وعجلة التاريخ تمضي، ولا يمكن أن يقفه فلان أو علان من الناس. أنا باعتقادي أنه المسار الحقيقي للأحداث في اليمن هي مسار من أجل البحث عن الدولة والوصول إلى دولة للمواطنين اليمنيين ودولة شراكة مع المجتمع الإقليمي والدولي. وهذه المسيرة أنا باعتقادي أنه اليمنيين قطعوا شوطا كبيرا فيه رغم كل هذه العوائق وكل هذه الصعاب التي تواجهنا في هذه المرحلة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك نبيل البكيري الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.